السلام عليكم أعزائي الطلبة، سنكمل قوانين الغازات قانون شار. الأهداف التي سنحققها في هذه الحصة أن تستنتج الطالبة عمليا العلاقة بين درجة الحرارة والحجم بثبوت الضغط، أن تكتب الطالبة نص قانون شار، أن تحل مسائل حسابية على قانون شار. هيا ننفذ هذه التجربة. لو قمنا عمليا بوضع ماء مثلج أي درجة حرارته قليلة جدا، ووضع بالونة، ووضع ماء مغلي ووضع داخله بالونة، سنلاحظ أن حجم الهواء داخل البالونة في الماء المغلي يكون حجم البالون كبير، بينما في الماء المثلج نلاحظ أن حجم البالون صغير. ولكن ما الذي حدث للبالون في الصورة الثانية؟ سنلاحظ أنه في الماء المغلي بدأت جزيئات المادة بالتحرك لأنها اكتسبت كمية من الحرارة. هذه الكمية من الحرارة اكتسبتها الجزيئات وبالتالي عملت على دفع البالون، وعند دفع البالون يزداد حجمه، بينما في الماء المثلج قلت الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي بدأت تقترب الجزيئات من بعضها البعض، مما يؤدي إلى تقليل حجم البالون. لو شاهدنا هنا نلاحظ أن هنا الضغط 1.5 ثابت، لكن هنا درجة الحرارة متغيرة. هيا بنا نلاحظ ماذا يحدث لحجم الغاز داخل هذا الشكل. إنه عند ازدياد الحرارة زاد الحجم. لماذا؟ لأن الجزيئات عملت على دفع المكبس إلى الأعلى. عندما عملت على دفع المكبس إلى أعلى جعلت حجم الغاز ماله في تزايد. هذا الرسم البياني يوضح العلاقة ما بين الحجم وما بين درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة هون بالكلفن اللي هي سيليسيوس زائد 273 كما مر معنا سابقا في درس أنظمة قياس الحرارة. طبعا هاي عندك العلاقة ما بين درجة الحرارة وما بين الحجم علاقة طردية، كل ما كانت الحرارة أكثر كل ما كان حجم الغاز أكبر بثبوت الضغط، وهذا ما ينص عليه قانون شار، أن العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية. قانون شار ينص على أنه يتناسب حجم الغاز تناسبا طرديا مع درجة الحرارة عند ثبوت الضغط. فبنصير نميز بين بويل وشار. بويل كان في عندنا ثبوت درجة الحرارة، بينما شار ثبوت الضغط. كمان بويل كان العلاقة بين الحجم والضغط وكانت العلاقة عكسية. هنا العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة والعلاقة طردية. من هذا الشكل تشارلز لو، من هذا الشكل نلاحظ انه كانت درجة الحرارة 300 وهون كانت عندك 600، بالتالي لو لاحظنا الضغط طبعا في الجهتين متساوي، الا ان حجم الغاز لما كان درجة الحرارة 300 أقل من حجم الغاز لما كانت 600، فالعلاقة ما بين درجة الحرارة وما بين الحجم علاقة طردية. هذا الشكل يبين أيضا الرسم البياني ما بين الحجم وما بين درجة الحرارة بوحدة السيليسيوس. هنا طبعا سالب 273، طبعا هذه احنا بنسميها الصفر المطلق. طبعا عند درجة حرارة الصفر المطلق تتوقف جزيئات المادة عن الحركة. أيضا مع ازدياد درجة الحرارة فإن الحجم راح يزداد. فمثلا هون درجة الحرارة كانت تقريبا 100 سيليسيوس وكان الحجم تقريبا 30، هون الحجم كان 60 وكانت درجة الحرارة لنفرض إنها 75 سيليسيوس. فهذا الشكل يوضح العلاقة ما بين الحجم وما بين درجة الحرارة. طبعا في عنا شكل موجود صفحة 114 بيبين العلاقة ما بين الحجم وما بين درجة الحرارة إذا كانت بوحدة السيليسيوس، فمنحط سالب 273 اللي هي نفس الصفر المطلق، أو الرسم الثاني إذا بنحط الحجم وعندك درجة الحرارة بالكلفن، فالفرق بين الرسمتين إنها هون درجة الحرارة بالسيليسيوس لكن هون درجة الحرارة بالكلفن. نميز بين الرسمتين. هلأ قانون شار هو عبارة عن الحجم قبل
على درجة الحرارة بوحدة الكلفن أو المطلق تساوي الحجم بعد على درجة الحرارة بوحدة الكلفن أو المطلق. إذا الحجم قبل على درجة الحرارة قبل يساوي الحجم 2 على درجة الحرارة بوحدة الكلفن 2. بالتالي هذا ببين لي أن العلاقة ما بين درجة الحرارة وما بين الحجم علاقة بينهم طردية. ملاحظة، درجة الحرارة يجب أن تكون بوحدة الكلفن. درجة الحرارة بالكلفن تساوي سيليسيوس زائد 273. هيا نناقش المثال صفحة 114. غاز حجمه 500 سنتيمتر مكعب عند درجة حرارة مقدارها 20 سيليسيوس. ما مقدار حجم الغاز إذا سخن إلى درجة حرارة 80 سيليسيوس على فرد ثبات الضغط؟ هلا معطينا علاقة بين الحجم ودرجة الحرارة، لكن أيضا بثبات الضغط. بما أنه حكى ثبات الضغط، إذا هذا هو قانون شارل. قانون شار، الحجم على درجة الحرارة بوحدة الكلفن تساوي الحجم 2 على درجة الحرارة بوحدة كلفن. معناها إحنا لازم نحول درجات الحرارة إلى وحدة كلفن. فعندك هون 20 زائد 273 بيعطيك 293 كلفن. دال 2 بيعطيك 80 سيليسيوس، لازم أحولها للكلفن، فبضيف لها 273، فبتطلع عندي 353 كلفن. هلا من القانون، ح واحد على د واحد تساوي ح اتنين على د اتنين. ها بين طبعا العلاقة الطردية بينهم. بنعوض مكان ح قبل اللي هي 500 على 293 تساوي ح اتنين على 353. الضرب التبادل بين 500 وتلاتمية وتلاتة وخمسين تساوي ح اتنين ضرب 293. بنقسم الطرفين على 293، فبطلع عنا الناتج ح اتنين 602.4 سنتيمتر مكعب. إذا نحولها لليتر نقسمها على 1000. أعزائي الطلبة، أتمنى منكم الإجابة على هذا السؤال وإرساله عبر الموقع الإلكتروني المعلمة إيمان ربايع. تشغل كتلة من غاز الكلور حجم قدره 60 سنتيمتر مكعب، إذا عندك هاي الحجم، عند درجة حرارة 27 سيليسيوس. من ننتبه أنه لازم نحول للكلفن. احسب حجمها عندما تزداد درجة حرارتها بمقدار 20 سيليسيوس. يعني كانت 27 وزادت كمان 20 سيليسيوس مع بقاء الضغط ثابت.